لكم وكل عام وانتم بخير لكل جميع المزارعين الفلسطينيين في مواقعهم. موسم هذا الزيتون، موسم هذا العام من الزيتون هو متوسط او اقل من متوسط بشيء، لكن نامل انه من خلال انه حاليا السيولي افضل مما كنا متوقعين، لربما انه الرقم 18 ويكون الاقرب منه الى 16. في غزة للمرة الأولى في حياة غزة يكون عندها موسم مكتمل 100%، وهذا أعلى رقم يحقق بتاريخ الحياة بالنسبة لغزة. وغزة السنة في عندهم اكتفاء ذاتي للمرة الأولى أيضا في موضوع الزيت، وهذا سيخفف الضغط عن الضفة إذا عجز في الضفة الغربية، لأنه قسم من زيت الضفة الغربية كان يذهب إلى غزة. الإنتاج هي 3000 إلى 3500 طن. هم في غزة في 24000 درهم زيتون، متوقع في هذا العام أن يكون في عنا إنتاج 24000 طن، يعني باعتبار كل درهم ينتج طن، وهذا رقم عالي جدا، لأنه عندهم الزيتون مسقي ري. في عندهم استهلاك 5 إلى 6000 طن زيتون مخلل، وفي عنا الباقي بظل مشان العصر، والعصر بتساتم عصر من 3000 إلى 3500 طن. هم حددوها بين 3300 إلى 3400 طن بإذن الله تعالى. مشاكل المزارع هي مشاكل القطاع الزراعي. مشاكل القطاع الزراعي أولا تراجع الإنتاجية، قلة الإنتاجية. في عنا مشكلة كبيرة جدا تواجه المزارع في الشمال، يعني الآن ممكن أن تجد أي شيء لكن ما بتلقى عمال. اللي بيلقى عامل، أنا بحكي عن نفسي، لما لقيت 3-4 عمال ينزلوا معي على مزرعتي شفت حالي سلطان، شفت حالي الملك تبع البلاد، إنه لقيت عمال. يعني إنه فالعمالي عنصر أساسي. مشاكل في إن مشاكل قطاع الزيتون كلها تندرج على قطاع على المزارع نفسه. تراجع الإنتاجية نتيجة هرم أشجار الزيتون، في أن الأمراض الفتاكة اللي عمالها تصيب الأشجار وتؤثر على المحصول، في أن كمان من المشاكل اللي يعاني منها المزارع إنها سوء الإدارة في المعاصر، هذه كمان بتأثر على كذا. والتسويق أهم إشي في السنوات اللي ما فيش فيها اللي بيكون فيه فائض من الزيت، بيكون في عنا مشكلة تسويق، هذا بتؤدي إلى تدني الأسعار، بتؤدي إلى مشاكل كثير جدا. يعني كل ما يندرج على قائمة معيقات قطاع العمل الزراعي بتأثر على المزارع.